الائتمانية الواضحة أمامكم ونحن مع الكادر الآخر ومع هذه الانطلاقة. المزاحمية من تحتل المركز الأول، تتقدم المزاحمية مبارك بن محمد بن زايد الخيارين مع المركز الأول، ضيفة عزيزة آتية وقادمة من ميتان الشحانية. تتقدم المزاحمية في هذه اللحظات، يتقدم معها أحد المزعجين، مزعجين ومزعج للنواميس، مزعج للنواميس عتيق بن حمد بن قريع، من يقدمها ابو حمد في عملية التضمير. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات تتقدم منوه، منوه تنطلق مع المركز الثاني، يقدمها غانم بن علي بن حموده الظاهري، يقدم لنا منوه اللي تحتل المركز الثاني. بينما نقلتنا الى المركز الثالث، ملامح تتقدم مع المركز الثالث، النوبي بن عزيز المحرمي يتقدم مع المركز الثالث ليقدم لنا ملامح. المركز الرابع وصل الجبارة حمد بن عوض بن زيتون المهيري، المركز مع المركز الثاني. خلاص يا ابو سعد، كنها شايل لها موتر اليوم مع الانطلاق المتعثر ووصولها الى المركز الثاني بهذه القوة، وهذه المزاحمية مع المركز الاول، وقوت مع المركز الثاني، مع متلع بن مسل العتيبي وسعد العتيبي. ولكن المزاحمية اهالي الشحانية يزاحمون الصدارة مع المركز الاول ومع المركز الثاني. العنابي يا عذابي يا بن قريع، تهانينا المبارك بن محمد بن زايد الخيارين، وتهانينا العتيق بن قريع على هذا الفوز، فوز المزاحمية في المركز الأول. المركز الثاني قوت، ومرحبا مليون بقوت، ومالك قوت، وناموسك يا سعد يا بن متلع العتيبي للوالد متلع بن مسل العتيبي. المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث، اعطونا صاحبة المركز الثالث، وصلت في مزون محمد بن مظفر العامري. المركز الرابع من وغانم بن علي بن حمودة. بينما المركز الخامس مياسة اللي ايضا اتمنى لها السلامة، ملك سالم بن محمد بن سالم بن سعيد العفاري. هكذا متابعينا الكرام في كل مكان، النتيجة النهائية للخمس المراكز الاولى. جرت الرياح بما لا تشتهي السفن في الشوط الماضي. التوقيت الزمني 9:42، 6 أجزاء من الثانية، توقيت المزاحمية. تهانينا المبارك بن محمد بن زايد الخيارين ولعتيق بن حمد بن قريع المري. المركز الثاني قوت، أتت في المركز الثاني ملك متلع بن مسلي العتيبي، تهانينا له على هذا الفوز، وتهانية موصولة لا شك بذلك لأخي وصديقي سعد بن متلع العتيبي، تهانينا لك أبو محمد. المركز الثالث، توقيت المركز الثاني 9:52 وجزء من الثانية هو التوقيت الزمني. بينما المركز الثالث